برحب بيك يا زميلي عمر، وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. عايز ابدا معاك في البدايه ان شاء الله باذن الله، بتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه اليوم. 3 نقاط يكونوا من نصيبنا، الاداء وشخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء تظهر بشكل قوي جدا في هذه المباراه. جدول الدوري وترتيب الفريقين، مباراه ليها حسابات كثيره جدا. يمكن المناخ اللي انت اتكلمت عليه انا هتكلم عليه هنا في الاسكندريه بس في شكل مختلف يا عمر. المناخ هنا صعب جدا، يمكن امطار كثيره جدا من بدايه اليوم الساعه 3، يمكن ليل امس كان الامطار متواصله حتى صباح اليوم، يعني في فترات متقطعه جدا بيكون فيها الامطار متوقفه، لكن بشكل عام الجو صعب جدا في الاسكندريه. ملعب المباراه بالتاكيد يمكن في بعض الصور يمكن بتتوافد علينا وبتجنن، لكن بعض الصور المتواجده لا، في ميه كتير جدا متواجده في الملعب. انت عارف ان ارضيه الملعب يعني مستهلكه بشكل كبير بغض النظر ان يكون في امطار، مع الامطار الامر هيبقى صعب جدا. معلومات ايضا بتجنن كمان عن لا نيه في تاجيل المباراه، وايضا في نفس الوقت ان من المحتمل مع سقوط الامطار شديدة جدا حاج عامر حسين يكون متواجد في الاسكندرية في استاد برج العرب لمعاينة الملعب عن قرب وعن قرب جدا كمان. الامور كلها طبعا بالنسبة للملعب بنتمنى الملعب يكون مهيئ، لكن بالشكل اللي احنا بنشوفه حتى هذه اللحظة يمكن الساعة دلوقتي عمر يمكن 1:15 ولسه الامطار متساقطة في اللحظات اللي انا بكلمك فيها، لا يمكن ما فيش امطار، لكن كل نص ساعة كل ربع ساعة بيكون في يمكن هطول امطار بشكل كبير جدا على الاسكندريه وبالتحديد برج العرب. لكن بشكل عام عايز ارجع معاك لفريق النادي الاهلي ومدى الاستعداد والجاهزيه والحاله المعنويه الكبيره لفريق النادي الاهلي والتركيز الشديد في هذه المباراه. مستر مارتن لاسارتي مدير الفني لفريق النادي الاهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ خلال ال 48 ساعه المتواجدين هنا في الاسكندريه دور كبير جدا، ويمكن الجانب النفسي كان له تاثير كبير جدا مع اللاعبين، بجانب كمان من خلال تواجدنا في فندق الاقامه. يمكن بنشوف احمد فتحي مع وليد ازارو في جلسه مغلقه، رمضان صبحي مع حسين الشحات في جلسه مغلقه، يمكن ثنائيات ورباعيات مع اللاعبين. من الواضح ان في تحفيز وفي تركيز، اهميه المباراه يا عمر هذه المره يمكن مهمه جدا لجمهور النادي الاهلي، ومهمه ايضا كمان للاعبي النادي الاهلي في بطوله الدوري العام، لان المرحله صعبه ومرحله يمكن دقيقه جدا فيها تلاحم كبير للمباريات. النادي الاهلي بيشارك في اكثر من بطوله، النادي الاهلي عنده مباراه الاتحاد السكندري هنا في الاسكندريه، ومنها مباشره الى سان داونز، وعوده كمان في مباريات عديده. لكن باكد على كلامك، مباراه اليوم ان شاء الله النادي الاهلي يفوز، ولكن ليس هي نهايه المطاف وليس سيحدد بها بطل الدوري العام، لكن هتختلف بشكل كبير، هتفرق معنويا مع فريق النادي الاهلي، مع جمهور النادي الاهلي، وبلغه الكوره النادي الاهلي مجرد تصدره الى جدول بطوله الدوري العام من الصعب ان ينزل النادي الاهلي الى المركز الثاني. طبعا اي فريق من الفريقين ده معناه انه حسم لقب الدوري، ناقص 7 لقاءات ب 21 نقطه يا كريم، لكن مباراه كبيره جدا ما بين فريقين كبار جدا، مجهود موسم او تعب موسم، فلوس على لعيبه، انتقالات، زي ما انت شايف تعب سنه، فاعتقد ان ده يعني دافع كبير. وفي نفس الوقت احنا عايزين المباراه تكون في اطار الروح الرياضيه، الحماس، طبعا اللعيبه انت عارف اصدقاء بره وجوه الملعب. عايز اعرف منك كمان يا كريم، وجود نادي الزمالك في نفس المعسكر الاقامه باللي بيقيم فيه النادي الاهلي، يعني كلمني شويه عن الاجواء اللي ممكن نعرفها من خلالك. بالتاكيد يا عمر طبعا بضم صوتي لصوتك. يمكن زي ما انت عارف النادي الزمالك متواجد هنا في الفندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي، لعيبه يمكن راجعه من المنتخب، بنشوف يمكن يمكن علي معلول طبعا كالعاده، فرجاني ساسي يمكن في طبعا احاديث وسلام كالعاده مع اللاعبين، الروح اللي يمكن السائده بين لاعبي النادي الاهلي ولاعيبه نادي الزمالك خارج المستطيل الاخضر امر مختلف بشكل كبير جدا، لكن داخل المستطيل كما تعلم الامر بيكون مختلف. النادي الاهلي همه الاول والاخير هو رفع قيمه تيشيرت النادي الاهلي والحفاظ على قيمة النادي الاهلي وترتيبه في جدول الدوري العام. لكن بشكل عام الاجواء داخل المعسكر فريقين اجواء طيبه جدا، بنشوفنا كمان جروس كان بيسلم على وليد ازارو وعلي معلول كانوا متواجدين في اللوبي او في متواجدين في فندق الاقامه، اجواء طبعا طيبه جدا خارج المستطيل الاخضر. لكن انت عارف يعني ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي مجرد دخول استاد برج العرب الامر بيختلف بشكل كبير، بيكون التركيز فقط في هذه المباراه اللي بنتمنى ان شاء الله عمر، وكنا بنتمنى يكون في جمهور في هذه المباراه بشكل كبير، لكن احترامنا طبعا لقرارات الاتحاد الكره، واحترامنا ايضا كمان قيادات وزاره الداخليه على ان ما يكونش في عدد كبير من الجمهور، لكن كان هيفرق بشكل كبير لو عدد قليل من جمهور الفريقين. مباراه قمه كبيره جدا يمكن العالم كله هيشاهدها، افريقيا ويمكن العرب بشكل كبير، لكن خلاص القرار اتخذ ان ما يبقاش في عدد كبير للجمهور. استعداد بجانب ان ما فيش جمهور، الاستعدادات على قدم وساق من قائد المنطقه الشماليه هنا في الاسكندريه، قيادات وزاره الداخليه على تامين دخول الفريقين، الاعلاميين تم تحديد بوابه واحد لدخول الجميع نظرا لعدد كبير ما يبقاش في عدد كبير من
الجمهور، فخلاص بوابه واحد هي اللي يخش منها الاعلاميين واعضاء مجلس الاداره والمصورين والصحفيين الحاملين للايديهات. تشديد كبير جدا على الدخول، كل اسم موجود في الكشف هو اللي هيدخل، اي اسم مش متواجد في كشف المتواجدين مش هيتم له التصريح بالدخول. ترتيبات طبعا كالعاده بالنسبه لاستاد برج العرب، لكن ان شاء الله باذن الله هنكون معاك يا عمر على مدار اليوم من هذه اللحظات حتى ان شاء الله وصلنا الى ملعب المباراه ننقل لكم الاخبار. بنحاول كمان ان احنا نشوف طبعا ملامح تشكيل فريق النادي الاهلي اللي هيخوض بيه هذه المباراه مع السريه التامه خلال التدريبات الماضيه اللي كان فريضها الجهاز الفني، لكن متواصلين معاكم ومستمرين معاكم عمر، وان شاء الله لحظه بلحظه نكون معاكم وننقل لكل جمهور النادي الاهلي كل الاخبار وكواليس فريق النادي الاهلي في هذه المباراه. ويبقى كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا يحصد 3 نقاط هيساعدوا النادي الاهلي بشكل كبير في بطوله الدوري العام. انا معاك يا عمر لو في اي استفسار. اشكرك كريم احمد، شكرا جزيلا، اكيد هنكون